أعلنت شركة ألفظة بالقابضة عن زيادة حصتها في الدار العقارية المتخصصة في مجال تطوير وإدارة العقارات بالدولة، لتصبح بذلك الشركة الأم للدار العقارية ولتعزز من مكانتها كأكبر مساهم استراتيجي في الشركة. وبموجب هذه الصفقة رفعت ألفظة بالقابضة حصتها في الدار العقارية، وستصبح الدار العقارية إحدى الشركات التابعة لألفظة، حيث سيتم دمج بياناتها المالية بالكامل مع الشركة القابضة طبقاً للمعايير المحاسبية، وهو ما سينعكس في النتائج المالية لشركة ألفظة اعتباراً من الربع الثاني من العام الحالي.